المملكة جزء من العالم وجزء من المنطقة ولها اهتمامات بالمنطقة، وسمعنا إعلانات مؤخرا سواء فيما يتعلق بتجديد الوديعة لباكستان. باكستان دولة مهمة للمملكة، وسنستمر في علاقتنا المميزة معها ودعمها قدر ما نستطيع. أيضا شاهدنا ودائع كبيرة جدا قدمت لجمهورية مصر العربية، عندنا 10.3 مليار دولار من الودائع، وأعلنت الحكومة من عدة أيام عن تمديد جزء من هذه الودائع اللي كانت تستحق قريبا 5 مليار دولار. والمهم أيضا أنه بدأنا في الاستثمار وبكثافة في جمهورية مصر. صندوق الاستثمارات العامة أعلن عن استثمارات نوعية في جمهورية مصر، ويستمر في النظر في فرص استثمارية، ونعتقد هذا الأهم من الودائع. أيضا بالنسبة للودائع تبقى ومن ثم تسحب، الاستثمارات هي اللي تبقى وتشجع استثمارات أخرى. نفس الشيء بالنسبة لتركيا، نتحدث عن وديعة ب5 مليار دولار لتركيا، وعلاقتنا مع تركيا تمشي بتحسن كبير جدا، ونطمح إلى وجود فرص استثمارية في تركيا وغير تركيا. وصندوق الاستثمارات العامة أعلن عن إنشاء مجموعة شركات في عدة أو تهتم بعدة دول للاستثمار فيها.